وانا تنصح كل ام عند ولادها من هذا المنبر ماشي تقول لهم 16 عام 17 سنه يمشيو ولا شي يعيشوا حياتهم بوحدهم. داروا الامان، داروا المراقبه، داروا نشوف بنتي ولا ولدي في الغابي ومنين جاي. ما يمكنش تولد ولد ولا بنت في الفلوحه، ما يمكنش. توحشي بنتك ابتسام، توحشي بنتك. كاين شي واحد ميسي توحش ولادو؟ ما يمكنش. ويا اسم جبتها لهاد المجتمع، جبتها بالغلط. المجتمع ماشي رحال. انا سندكي ماشي ندمان حيت توحشتها، لا انا سندكي حيت جبتها بالغلط. ويا ريت ما جبتهاش. السلام عليكم. وعليكم السلام. الظروف أن كيفاش توصلت للمؤسسة؟ دقيت جميع البيبان، الحكومة، المخزن، حتى واحد ما بغى يساعدني. ملي حتى واحد ما بغى يساعد مشيت للمقاطعة اللي تابعة لينا، ما قدموش لي الدعم ديالهم. مشيت لمقاطعة واحدة أخرى نفس كدوميتان، مشيت عند واحد السيد دائرة سعود، دائرة سعود ما عرفتش قايد ولا هذاك هو اللي بايزا زيبيخة، هو اللي جابني هنايا مرحم لي الوالدين. هو اللي ساعدك وجابك؟ هو مسكين اللي ساعدني، ومن هذا المنبر تنشكرو بزاف بزاف بزاف، وتنقول ليه الله يجازيك بخير على هادشي كله اللي درتي معايا. شحال عندك من عام؟ دابا 40 عام. عندك 40 سنة؟ فين كنتي مزوجة؟ فايتي مزوجة. طلقتي ولا؟ لا طلقت. كانوا عندك وليدات؟ عندك بنية؟ عندي بنية. فين تتعيش دابا هذيك البنية؟ البنية تتعيش عند الوالدة اللي رباتني. عند الوالدة ديالك؟ وعلاش مشيتي خرجتي مع الوالدة ديالك؟ هي ما بغاتني، جرات عليا، تتهددني. هي تتهددني. تتهدك هي جرات عليك قالت لك؟ تتهددني، قالت لي إلا ما خرجتيش من هنايا غنجيب لك البوليس، غندير شي مشكل ونجيب لك البوليس للدار. وكيفاش كانت المعامله ديالك معها ملي كانت مربيه كلشي؟ كيفاش كانت المعامله ديالك؟ بالعكس معاملتي معها مزيانه، وكانت هي معاملتها معايا مزيانه، تغيرت حتى دارت الحادث. تدرت كسيده عاد تغيرت. دارت فين تقدر شي كسيده؟ لا هي اللي درت كسيده كغاف واعره بزاف. شي كسيده واعره؟ دابا من بعد الحادث حتى هي تغيرت. تغيرت. وكانت معك زوينه. وبالنسبه لبنتك عايشه بخير معاها تما؟ طبعا الحال تكون عايشه بخير. يعني ما غاديش تفرط في واحد الام ديالك؟ انا ما يمكنليش، انا ما عايشتش الوضعيه مزيان وغادي نخرج بنتي من تما، ما يمكنش. ونعيش التصرف هذا مثال عندك، شتي المثال عندك. حتى تقولي اللهم نخلي بعدا بنتي تما وانا بصح نطلع وطو. المهم بنتي راه كاينه مع امي، ما حالتهاش تبقى امي. بصح شحال دابا باش خرجتي؟ وراه من الصغر تتجري عليا وتنرجع، تتجري عليا وتنرجع، تتجري عليا وتنرجع. ولكن في الاخر رجعت قلت واحد تيبدا يكبر تيبدا يعيا كعار صافي. وحتى الرؤيه المجتمع ديك باش تقول لك شوفك بوحدك ما تيرحمش. قلت لها ما يبقى في الدار وداك الشيء، ولكن مع المده هي داك الحادث خايب و هذا الشيء اللي وقع. شحال من شيء كنت شفتيها؟ مده ديال عام. شحال عندها في العام ديالها؟ غتكون عندها 10 سنين. و تتفكري بعدا لقدام باش تساعدوك الناس ودير شي مرسي ديالك تجيبي بنتك عندها؟ لا. علاش؟ حيت انا ما عنديش والدي اصلا، حيت هذيك ماشي والده ديالي. انا خلي دابا والدتك، انا قلت لك الا ساعدوك الناس ولا شي واحد السكنه ديالك ما تجيبيش بنتك ليك. لا خليها عندهم. علاش؟ ما بغاش نتحمل ذنبها. يعني انا يمكنني نعيشها ويمكنني نربيها، ولكن اوموا يوقع لها مشكل انا اللي غنتحمل المسؤوليه، وانا ما قادش هذيك المسؤوليه. بالنسبه للام ديالك كانت مربيه قاده على المسؤوليه بخير، ما كاينش بعد بنتك؟
بالنسبه لهذا المستويات الكبري خويا انا قدم مسؤوليتي راسي يعني ما عادش شي باش نبدا على راسك دابا باش تدوي غير على البنيه ديالك حيت قلتي لي انا ما بغاش نتحمل المسؤوليه ديالها لو وقعت لها شي حاجه واش يبان لك مع الام ديالك بخير هي لا ما بخيرش حيت كما درتي انا غدير لها هي فهمتيني كما عشت ديك الحياه راه عايش حتى هي كنتي خدامه خدامه بخير باش نعيش في قهوه اللي جات الجائحه واقيلا الجائحه كلشي سد ومن كلش نعيش في الزنقة أنا ما يمكنش نجلس في الزنقة يعني بنهار تحضر تقول لحظة نشوفه راس مش يشبني القيم ولكن باللي باش تعيش هذيك تاخذ راحتك في الزنقة ولا داك الشيء ما يمكنش راه تخاف فهمتيني المعاملة كي كانت مع مول القهوة ومع الخدمة عادية كلشي مزيان كلشي راه عمر اليوم الدار حتى دارت أنا كنبغي يساعدوني ولكن المشكلة في لاكارت ما عندكش لاكارت لا ما عنديش هي خدات لي ورقية كلهم خداتهم ليا ملي مشيت للمخزن تيقول لك دابا اليوم غدا اليوم تجرد الوباء يعني دابا بدا غير حيد الوباء خصك تمشي تجري على الوريقات ضروري ضروري هذيك ما هذيك شي نصيحة اللي تنصحي بها اللي تنصحي بها العيالات ولا الدريات ولا الشابات ولا شي نصيحة اللي تنصحيها بها باش ما يوقعوش في هاد المشاكل اللي طاح شي فات النصيحة هي ما تيقوش في الناس الثقة ما كاينش ما يديروش الثقة انا قبل شنو درت الثقة ودرت بحال امي تعنيت والداني ورباتني وكبرتني ولكن غدرتني يعني تصور انت ما تخايش تجي في الليل مع العشرة الليل تلقى باب ديال الدار بدل الكانو ديال القفل يعني الكانو ديال باب الدار مبدل يعني وعشت معاناة بزاف كاع وتحملت وقلت ماشي مشكل وبغيت قال لي الناس دعيها قلت لهم لا ما ندعيهاش خليها يمكن ضميرها ينبها وتصل بيها وتعطيني ورقية حيت أغلبية الناس اللي تلقيتي عليهم تقول لهم كري لي بفلوسك وما عندكش ورقك يعني في بلادك وما عندكش ثبوت الهوية شناهي هذيك أضعف الإيمان طاح شي قنت وما يعرفوش حتى من نتايا هذا ما يمكنش فهمتيني ضروري الواحد خاصو وراقيه راه ما يمكنش يعيش بلا وراقيه وبالنسبة ملي كنتي بجوجة الراجل ما تيسولش على الابنة ديالو أنا بصراحة قصة أخرى أما ولدتي بلا راجل وشنو اللي خلاك ديري هذاك الغلط واش كتشي عاوتاني مسألة الثقة لا كتجري عليا بزاف دابا هذيك الجري اللي كتجري عليك ولد الانفجار خلاك خرجتي درتي شي حوايج بلا ما انا دابا كان على نفسي انا وعلى على ضميري دابا انا ما نديرهاش حيت دابا ملي تدخل الزنقه ما عرفتش فين تمشي ما عرفتش منين تجي ما عرفتش من دابا اي واحد علاش تبغى غير يستغلك باغي يستغلك هذه في الاول دابا حاليا ما نقدرش نديرها انا قبلت عارفه فين غتبات فين غتقير فين غتخدم دابا غتحمي نفسك بنفسك شليف ما تسناش شي حد يحميك واللي باغي الطريق لها لك راه باين ولا باغي الطريق الخير راه باين فهمتيني ولا تنصح كل ام عندها ولادها من هذا المنبر ماشي تقول لهم 16 عام 17 صافي مشيو ولا شي يعيشوا حياتهم بوحدهم داروا الامان داروا المراقبه داروا نشوف بنتي ولا ولدي فين غادي ومنين جاي راه ما يمكنش تولد ولد ولا بنت وتروحهم ما يمكنش توحشي بنتك ابتسام توحشي بنتك كاين شي واحد ما تيتوحش ولادو ما يمكنش ويا اسم الجسد هذا المجتمع جبتها بالغلط المجتمع ما تيرحمش انا سنبكي ماشي ندمان حتى وحشتها لا انا سنبكي حيت جبتها بالغلط ويا اسم الجسد